السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي تمام الصحة ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هذا النهار غادي نوجدوا واحد الشيوه اللي كتجي زوينه راقيه في المنظر وبنينه بزاف. الخط تاع الغنمي اللي غادي نعمرو بواحد الحشوه اللي كتجي بنينه بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوا هذه الاكله وتردوا عليا اخبار ونمشيو المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا الخط تاع الغنمي اللي حيدت منه العظم وعلى هذا الشكل. عندي هنايا ثومه وباباكوا، عندي بصله مشلضه، المعدنوس مقطع، الشامبينيون مقطع طرفات صغار، فلفله الوان تما مقطعين طرفات صغار، عندي الملحه والابزار، التحميره والكاتشوب وزيت الزيتون. ونمشيو للطريقه تاع الحشوه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا غناخذ اللحم وغادي ندير فيه الملحه، الابزار، شويه تحت التحميره والسودانيه، غنضيف عليه التومه بودر وهذيك الباربيكوا. كنحاول المساجي مزيان حتى كيدخل فيه العناصر. وندوزو دابا للحشوه اللي غندير فيها بصله مشلضه، معدنوس. كيف ما كتشوفوا معايا غنبدل الاناء، غادي نضيف على ديك البصله ومعدنوس، نضيف عليهم فلفله الوان وشامبينيون، غادي نزيد عليهم طريفه تاع اللحم مع شويه الشحمه. غندير نفس العطريه اللي درت مع اللحم غادي نديرها دابا. كنزيد زيت الزيتون وغنزيد الكاتشوب. حق هاد الحشوه كتجي بنينه بزاف، هذاك الكاتشوب تعطيها واحد الطعم زوين. غناخذ اللحم ديالي وغادي ندهن بالزبده. هاد الزبده الدور ديالها يعني كتهشش لينا داك اللحم، يعني فاش يطيب تيبقى رطب ما تيقصحش. كندير الحشوه، خلاني شويه قويتها ماشي مشكل. فاش غادي نحاول نجمع داك اللحم شويه غير بشويه. المهم انا غادي نديرو على شكل طولي، كنحاول نجمع الجوانب اللي خرجت لي الحشوه كنحاول نرجع لبلاصتها. المهم بشويه بشويه حتى كنلفف داك الخط وبالخيط غادي غيعاوني بزاف باش غنزير عليه وما غاديش تخرج الحشوه ان شاء الله فاش غنكونو نطيبو في الفران. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما لففتو بهذاك الخيط، ما صورتش لان الفيديو غيجيكم طويل بزاف وانا بشويه بشويه بقيت معاه حتى سديتو. راك عارفين يعني ماشي جا شكل واحد، ضروري فاش واحد يحيدو ماشي بروفيسيونال يعني ضروري كيجي شويه ناقص. المهم انا غير بغيت نشارك معكم هذه الوصفه وقلت نصورها وتشوفوها معايا وتستافدوا معايا، الا عجبتكم تجربوها ان شاء الله. هنايا كندهن الزبده مع داك معدنوس، كندهن به. المهم غادي داكشي اللي بقى ليا في التفصيل غادي نزيد عليه شويه تاع فلفله. هاد الفلفله وهذيك الحشوه اللي بقات غيطيبو مع هاد اللحم، غادي تلقونا واحد المريقه اللي كتجي رائعه رائعه. هذيك المريقه هي باش غنصيبو واحد الصوص اللي غطرق اللحم. المهم هانتوما معايا ونتبعوا الاخير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا درت كارط الومنيوم من تحت والبابيل ورق الزبده درته من تحت من اللحم.
غنعطيه بنفس الشكل بوراق الزبده وكعطا عليه باش يطيب ليا في ساعه. هاد اللحظه راه الفران سخون على اعلى درجه 200، غادي نخليه يطيب على خاطرو حتى لي واحد الوقت تاع ساعه. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا داك المريقه اللي طابت، يعني ماشي شي حاجه بزاف، ولكن المهم الكريمه ما محتاجينش بزاف. هنا غنزيد 200 مللتر تاع الحليب المبخر، عندي جواش قبر تاع فرماج قابل للدهن، وغنزيدو شويه تاع الملحه، شويه الابزار الابيض. عشق كبير تاع زيت الزيتون، هاد الصلصه كتجي رائعه رائعه في المذاق، ما نقولش لكم تجي زوينه بزاف، تقدروا تطرفوا ديما باللحم بالخصوص اللي كان مشوي في الفران شويه اللي كانت تجي رائعه. غادي نطحن هاد العناصر مزيان، هنا كما تشوفوا معايا غادي نزيد عشق كبيره ونص مايسينا، لان غادي ندير هاد الصلصه غادي نديرها في شي كاسرونه ونخليها واحد شويه حتى كتعقد. نحاول نطحنها مرة أخرى، المهم غنديها حتى تعقد ليا هاد الصلصة ونطلقها في طبق التقديم. وهذا هو الطبق النهائي كيف ما كتشوفوا معايا، كتجي رائع، المذاق ديالو بنين بزاف. كنتمنى تعجبكم وصفة سعاد النهار، ولعجبتكم الوصفة ما تنسونيش من التعليق واللايك والاشتراك اللي ما مشتركش معايا مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وخليتكم على خير ونتلقى معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.